راح ازرع نخيل الساكس، بس قبل ما ازرع النخلات انتبهت انه اكو جوزة هنا، فراح اشلعها وافصلها عن النخلة الام بهالطريقة هاي. وانتبهوا من نفصلها الافضل انه احنا نطلع وياها جذور على مدة تكون الجوزة نبتة متكاملة وجاهزة للزراعة بهالشكل هذا. هسه جبت نخلات الساكس مالتنا وعددهن 3، حضرت لهن هاي السنادين لان كبيرة ومرتبة ومناسبة جدا للنخيل الساكس. هنا اضفت البتموس على الزميج على مود نسوي التربة اللي راح نزرع بيها، واكيد لازم نخلط البتموس والزميج حتى التربة تكون متجانسة وزينة. نبدي ناخذ من التربة اللي سويناها ونخلي بالسندانة. نجيب اول نخلة من نخلاتنا ونخليها بسندانتها بعد ما ترسناها تراب، ونجيب النخلة الثانية وهم نخليها بسندانتها اللي جهزناها إلها. وهنا عدنا اخر نبتة ثبتناها بهاي السندانة وراح نبدي ندفن بيها. ورا ما ضفنا التربة لازم نداوسها حتى نتأكد انه النخلة مالتنا ثبتت كل زين بالسندانة. وهنا كملنا زراعة النخلات الثلاثة مالتنا، بس بعد عدنا شغل بيهن لازم نسوي. راح اجيب المقاس على مود نقطع الحبال اللي شادين بيها السعف ونبدي ننظف بالنخلة. وهاي اول وحدة، وهاي النخلة الثانية، وهنا عدنا النخلة الثالثة والاخيرة نفتح الحبال منها. وراها راح نجيب المقاس ونبدي نقص بشكل سعفة تعبانة وقديمة او متضررة على مود نخلي النخلة تنشط اكثر. وهاي كملنا تنظيفهن 3، وشوفوا كمية السعف اللي قصيته منهن. وورا ما كملنا تنظيفهن اكيد راح تجينا خطوة كلش مهمة، وهي انه نسقي النخلات اللي زرعناهن. راح اشبعهن مي زين ونظفهن من التراب اللي صار عليهن. اذا تريدون تشوفون التفاصيل اكثر تعالوا تابعوني بالانستغرام.